شيع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس جثمان 4 طالبات من مدارس الجبيل الصناعية الثانوية بعد تعرضهن لحادث مروري الظهر أمس الأربعاء، وتسبب الحادث في وفاتهن جميعا، وتمت اليوم الصلاة عليهن في الجامع الورسان بالجبيل، فيما تم الدفن في مقبرة الجبيل بحضور الآلاف من المشيعين من الأهالي وزملاء آباء المتوفيات بالشركة. ونشر حساب المدرسة عبر منصة إكس تعازي للطالبات والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، فيما أعلنت الشركة التي يعمل بها آباء المتوفيات إقامة أيام العزاء الثلاثة بدءا من يوم الخميس في مخيم الشركة البحرية بالجبيل الصناعية. نسألكم في التعليقات الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وزويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.